سنين. طيب احنا ليه بناخد الكترونكس ليه بناخد الكترونكس كورس؟ مبدئيا احنا يعني وي ار سراوندد بديجيتال وورلد، والكومبوننتس اللي موجوده حوالينا كلها ديجيتال والكترونكس، زي مثلا السيل فونز والكارز والكمبيوتر والتي في والميديكال ديفايسز. كل الكومبوننتس دي او كل الديفايسز دي الكترونيك ديفايسز، بتتكون من بيزك كومبوننتس. احنا محتاجين ندرس الديفايسز دي ايه البيزك بيلدينج بلوك بتاعتها. لما نيجي ندرس كورس الالكترونكس هنلاقي ان الكورس الالكترونكس ده هيفيدنا في كورسز بعد كده. هو يعتبر كانه بريكويزيتس، بس يعني هو مش بريكويزيتس اساس يعني اساسي كسقوط ونجاح، لكن هو بريكويزيت لي ان انت لو خدته هتقدر بعد كده تفهم اللوجيك ديزاين كورس والداتا كوميونيكيشن والكمبيوتر اركتكتشر والامبيدد سيستمز وكورسز كتير. طيب ايه ده المفروض هيتشرح في كورس الالكترونكس؟ اولا البيزك اليمنتس، يعني نبدا نشرح ايه لو انا عندي الكترونيك سيركت، الالكترون السيركت دي ممكن يبقى فيها كومبوننت زي ايه. هنلاقي مثلا في ريزيستنس، في فولتج، في كارنت، وممكن طبعا نلاقي كاباستور واندكتور. طيب عندي سيركت وعرفت الكومبوننت بتاعتها وعرفت ان انا اكريت سيركت ارسمها بايدي فيها كارنت وفولت فولتج سورسز وريزيستنسز اي كومباينيشن. ايه المطلوب من السيركت ده؟ هل المطلوب ان انا ارسمها بس، ولا ممكن ان انا اجيب unknown value فيها؟ يعني مثلا ممكن يبقى عندي سيركت ويقول لي لو سمحت هات الكرنت اللي موجود عند element R1. فازاي يعني ازاي اجيب unknown value unknown current او volt او resistance value في سيركت عندي؟ محتاجين بعد كده ندرس حاجه اسمها سيركت اناليسيس تكنيكس، ميثودز بستخدمها عشان خاطر تسهل عليا ازاي في الاخر اجيب اي unknown value موجود في سيركت عندي. السيركت اناليسيس تكنيكس دي منها الالكترونكس فلو، زي مثلا الكرنت ديفيجن، الفولتج ديفيجن، الكي في ال والكي سي ال، وطبعا قانون اوم. بعد كده في المش اناليسيز والنودل اناليسيز ميثودز، وبعد كده في السيفر والنورتون ميثودز دي طبعا، والسورس ترانسفورميشن دي كلها ميثودز بنستخدمها عشان خاطر طريقه ستريت فورورد بستخدمها عشان خاطر اجيب اي انون فاليو. بعد كده هندرس السيمي كوندكتورز والكاركترستيك بتاعتها، وهندرس بعد ما ندرس السيمي كوندكتورز طبعا دي الانترنسيك اللي هي بيور سيمي كوندكتور ماتيريالز، والاكسترنسيك اللي هي امبيور سيمي كوندكتور ماتيريالز. وطبعا بعد ما ندرس السيمي كوندكتور هندرس بعض الديفايسز اللي هي مبنيه بيزد على السيمي كوندكتور ماتيريالز اللي هي الدايود والترانزستور. طبعا هندرس الابلكيشنز بتاع الدايود والترانزستور. بالنسبه للجريدنج كرايتيريا اوف الكترونكس كورس، يعني الدرجات هتوزع في الترم ازاي؟ مبدئيا طبعا في فاينل اكزام، الفاينل ده من 60 والميد ترم من 20، والماده اصلا من 100، ف 60 و20 80، ففاضل 20 تانيين. ال 20 دول هيتوزعوا على الكويزز والجروب اساينمنت. الكويزز دي كويز 1 قبل الميد ترم وكويز 2 بعد الميد ترم، فكل كويز عليه 6 والتوتال بتاعهم 12. هيبقى لنا 8، الثمان درجات دول هيتوزعوا على جروب اساينمنت، يبقى في اساينمنت موجود في السكشن. طبعا الجريدنج كرايتيريا دي بتختلف من ترم لترم، بس دي الجريدنج كرايتيريا اللي هنتبعها في الترم ده. طيب زي ما اتفقنا طبعا الالكترونكس كورس بعد ما ننتهي من دراسه الالكترونكس كورس محتاجين الطالب يعرف ايه؟ محتاجين الطالب يعرف يانالايز سيمبل سيركت سيركت، وبرضه بيانالايز كومبليكيتد سيركت، وبيقدر ازاي يقارن ما بين الميثودز اللي احنا بنستخدمها في الاناليسيز. وبعد كده نبدا نتعامل مع السيركتس والكاركترستيك بتاع السيمي كوندكتورز والديفايسز المبنيه على السيمي كوندكتورز زي الديود والترانزستور.
طيب لو احنا عايزين السورسز اللي انت ممكن تذاكر منها في كورس الكترونكس، ممكن تذاكر من السلايدز بتاع المحاضره، ممكن تذاكر من الريكوردنج بتاع المحاضره، ممكن تذاكر من الشتات شتات وحلولها. ولو انت حابب تديب ان او ان انت كل ده ما وصلكش الصوره بشكل افضل، في تو ميثودز ممكن تستخدمهم عشان خاطر لو عايز تحل مسائل او عايز تقرا في حاجه مش واضحه بالنسبه لك. عندنا مثلا الميثود الاولانيه اللي هي تكست بوكس، يعني لو انت عايز تجيب كتاب اونلاين، التو بوكس دول ممكن مجرد ما تعمل سيرش بالتو نيمز دول اللي هو مثلا الكترونكس ديفايسز اند سيركت ثيوري جوجل، هيطلع لك البي دي اف فايل بتاع الفايل ده وتو بي داونلودد عادي، فهو اوبن للناس كلها. ده اول ميثود. الميثود الثانيه في حاجه اسمها في يوتيوب شانل، طبعا ممكن تستخدم التو بوكس دول او ممكن تستخدم اليوتيوب شانل. طبعا في شانلز كتيره بتشرح الكترونكس كورس، بس انا البريفيرد يوتيوب شانل بتاعتي اللي هو نيسو اكاديمي. وطبعا دي يوتيوب شانل بتشرح حاجات كتير من ضمنها الانالوج الكترونكس او الالكترونكس كورس بتاعنا. فدي بالنسبه لي شانل مفضله جدا. طيب لو عايزين نبدا نتكلم عن الكورس، وطبعا اتفقنا ان احنا اول حاجه ندرسها اللي هي السيمبل سيركت كومبوننتس او السيمبل سيركت اليمنتس. من ضمن الحاجات الاساسيه في السيركت اللي هو الكرنت. ايه هو الكرنت؟ الكرنت از فلو اوف از ريت اوف فلو اوف الكتريك تشارج، يعني معدل حركه الالكترونات او التشارج الموجوده في السلك. طبعا التشارج دي بنريفير ليها بحركه الالكترونز. والاي ممكن الرول بتاعتها بالمنظر ده، ان انت ممكن تقول الاي الكيو على التي، يعني الكاونت او عدد الشحنات على تايم معين. طيب طبعا وحده الكرنت هي الامبير. لو عايزين نشوف ايه هي الفولتج، عاده ما الفولتج بنسميه البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس، يبقى الفولتج يا اما نقول عليه فولتج او اللي هو البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس. وبرضه ممكن ريفير لي بديفينيشن تاني، وهو از ذا ورك نيدد تو بير يونت تو موف تشارج بتوين تو بوينتس، يعني الشغل المبذول او الشغل المطلوب عشان خاطر انقل شحنه ما بين تو بوينتس. وبالتالي فان الفي بتساوي الورك اوفر كيو، الشغل المبذول لنقل شحنه معينه تمام بتوين تو بوينتس. طبعا الوحده القياس الفولت او البوتنشال ديفرنس از نيمد فولت. طيب في بعد كده حاجه اسمها باور، الباور بتساوي الاي في الفي تمام. والباور هي الريت او معدل الانرجي اللي محتاجينها عشان خاطر تو ترانسفير الباور. Is the rate at which electrical energy is transferred by circuit. يعني معدل الانرجي اللي انا محتاجها عشان اللي هي الانرجي اللي هي ترانسفيرد في السيركت اللي عندي، يعني معدل الانرجي اللي المفروض ان هي تنقل خلال السيركت دي. طبعا وحده قياس الباور اللي هي الوات او الجول بير سكند، والباور بتساوي الاي في الفي تمام. بعد كده هنتكلم عن السورسز، الكرنت سورسز والفولتج سورسز. في عندي تو مين تايبس اوف السورسز، يا اما يبقى عندي اندبندنت سورسز يا اما يبقى عندي ديبندنت سورسز. ايه الفرق بين الديبندنت سورسز والاندبندنت سورسز؟ الاندبندنت سورسز من اسمها اندبندنت، يعني لا تعتمد على، يعني ايه لا تعتمد على؟ يعني لو انا عندي كرنت سورس، طبعا احنا شفنا سيركتس قبل كده وشفنا فولتج سورس قبل كده، فشفنا السيمبل ده. لو انت شفت السيمبل ده هيبقى مكتوب جنب السيمبل ده مثلا رقم 10، 10 ده هو قيمه الفولت على السورس ده. لما اقول 10 ده معناه ان انا اندبندنت سورس، لكن لو جيت قلت 10 في 3 10 في اكس يبقى انا كده ديبندنت، يعني بعتمد على الاكس، بعتمد على الفاريبل اللي اسمه اكس تمام. يبقى السورس اللي عندي لو القيمه اللي موجوده عليه قيمه كلير او قيمه واضحه بقول عليه اندبندنت سورس، لكن لو كانت قيمه الكرنت
مش واضحه او بتعتمد على فاريبل تاني بسميها ديبندنت سورس، يعني مش واضحه، يعني مش ظاهره في الكتابه، لا يعني لو هي 3 اكس او 3 واي او 3 في ده معناه انها بتعتمد على فاريبل تاني، يبقى هي ديبندنت سورس. ده فرق بين او الديفينيشن بتاع ديبندنت واندبندنت. طب لو عايزين نتكلم على الاندبندنت سورس بعرفه ازاي شكله في السيركت؟ طبعا احنا متفقين ان السورسز اصلا ممكن تكون كارنت سورس او فولتج سورس. فانت لو انت اندبندنت سورس ممكن يبقى عندك اندبندنت كارنت سورس، ممكن يبقى عندك اندبندنت فولتج. فشكل الاندبندنت كارنت سورس بالمنظر ده، سيركل وجواها ارو. لكن لو لو انت اندبندنت فولتج سورس يبقى جواها السيركل جواها بوزيتيف ونيجاتيف. طبعا السيمبل ده هو السيمبل ده، تمام. طيب لو احنا عايزين الديبندنت سورس، الديبندنت سورس فيه طبعا كارنت كنترولد او فولتج كنترولد. ايه الكارنت كنترولد والفولتج كنترولد؟ دلوقتي انا قلت ان انت لو قيمه الكارنت مثلا، قيمه الكارنت سورس اللي موجوده عندك 10 فخلاص دي اندبندنت. لكن لو 10 في 10 في يعني تعتمد على الفي، 10 اي يعني تعتمد على الاي. لو انت عندك 10 في يبقى انت كده فولتج كنترولد. لكن لو انت عندك قيمه الكرنت او قيمه الحاجه اللي موجوده عندك دي اسمها 3 اي يبقى كرنت كنترولد، تمام. طيب فانت ديبندنت سورس كرنت كنترولد، في الكرنت عندك كرنت سورس وفولتج سورس. لو انت كرنت سورس هيبقى شكل الارم او شكل السيمبل عندك عباره عن اللي هو المعين ده وجواه ارم. لكن لو انت فولتج سورس عباره عن المعين وجواه بوزيتيف ونيجاتيف. طبعا الديبندنت سورس وفولتج كنترولد كارنت سورس هي برضه معين وارو، وهنا معين وبوزيتيف ونيجاتيف. ايه الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف دي والبوزيتيف والنيجاتيف دي؟ البوزيتيف والنيجاتيف دي انا عندي هنا ده فولتج سورس وده فولتج سورس، صح كده؟ التو سورسز دول ديبندنت. ديبندنت يعني ايه؟ يعني مش هتلاقي مثلا قيمه هنا 10 هتلاقيها 10 مضروبه في حاجه، وهنا برضه مش هتلاقيها 10 ثابته، هتلاقيها 10 مضروبه في حاجه. الاختلاف بقى في الحاجه اللي انا مضروبه فيها. لو انا مضروبه في اي يعني 10 اي يبقى كارنت كنترولد، لو 10 في يبقى انا فولتج كنترولد، تمام. ده فولتج سورس زي ما احنا شايفين وده فولتج سورس. الفرق ما بين السورس ده والسورس ده في حين ان هو نفس الشكل بوزيتيف ونيجاتيف ومعين، وهنا برضو بوزيتيف ونيجاتيف هيبقى نفس الشكل وهو الاثنين فولتج سورس، بس الاختلاف ما بينهم ان ده كارنت كنترول ده فولتج كنترول، تمام. يعني بيعتمد على بيعتمد على قيمه الكارنت وده بيعتمد على قيمه الفولت، اسمه ار اي هنا، وحتى ممكن يبقى ار عادي. في اهم حاجه ان الفي هنا في زي هنا في وهنا في يبقى انا فولتج كنترول، هنا اي وهنا اي يبقى انا كارنت كنترول، تمام. طيب طبعا ده كان الليكتشر الاولانيه اللي هو احنا اتعلمنا ايه لغايه دلوقتي. اتعلمنا الكورس اوت لاين يعني الحاجات اللي هنتعلمها في الكورس، واللي خدناه في المحاضره الاولانيه اللي هو الالكتريكال كارنت والالكتريكال فولتج والباور، وهنكمل طبعا المحاضره الثانيه. طيب بالنسبه لليكتشر 2 هي طبعا في العادي كل محاضره بتراجع على المحاضره الاولانيه، فعندي هنا المحاضره دي بتقول طبعا احنا خدنا في المحاضره اللي لسه واخدينها من شويه الالكتريكال كرنت والالكتريكال فولتج والباور والانرجي والاندبندنت سورسز والديبندنت سورسز. طيب ده مثال، دي سيركت مثال على لو احنا فهمنا الديبندنت سورس والكرنت سورس. طيب السيركت دي فيها كام سورس؟ فيها 1 2 3، تمام. ايه نوعها؟ ايه نوع السورسز دي؟ عندي ده كرنت سورس، ده فولتج سورس، ده كرنت سورس. لما بيكون فيه سهم يبقى كرنت سورس، لما بيكون فيه بوزيتيف ونيجاتيف يبقى فولتج سورس. طيب ايه الفرق بين الكرنت السورس ده، الكرنت ده والكرنت ده؟ الكرنت ده اندبندنت وده ديبندنت. لما يكون سيركل يبقى اندبندنت، لما بيكون معين بيكون ديبندنت. طيب يبقى السيركل دي فيها فولت سورس وفيها كرنت سورس وفيها
ديبندنت كارنت سورس، تمام؟ ده اندبندنت كارنت سورس، وده اندبندنت فولتج سورس، وده ديبندنت كارنت سورس. عرفت ازاي ان ده ديبندنت وده اندبندنت؟ من حاجتين. اول حاجه ده سيركل وده معين، ده اول فرق ما بين الشكلين. تاني حاجه القيمه اللي موجوده على السيركل، القيمه هنا واحد والقيمه هنا 2 اي. طبعا مش الاختلاف في الواحد او الاثنين، ممكن تبقى واحد اي عادي، بس الاختلاف في ان انا كتبت اي، اي يعني ضربتها في فاريبل، يعني مش هي 2 بس، لا 2 مضروبه في اي يعني مضروبه في فاريبل. فالاختلاف ما بين التو فيجرز دول السيمبل الرسمه والقيمه. فده عرفت انه ديبندنت عشان خاطر الرسمه السيركل والقيمه، وعرفت ان هو ده اندبندنت، وعرفت ان ده ديبندنت عشان خاطر المعين وان هو مضروب في 2 اي اي. وطبعا ده كده اسمه ديبندنت كارنت سورس، يعني معتمد على الاي. طيب السيركل دي برضو فيها تو سورسز، في سورس اللي هو فولتج سورس، وفي سورس تاني اللي هو كارنت سورس، تمام؟ من الديبندنت ومن الاندبندنت، لما بيكون سيركل بيبقى ديبندنت اندبندنت، ده اندبندنت وده ديبندنت، خلاص؟ يبقى ده فولتج سورس وده كارنت سورس، ده اندبندنت وده ديبندنت. طيب عايزين نشوف لو انت بقى اندبندنت، طبعا هو الاندبندنت هو اللي بنسال فيه سؤال تاني اللي هو كارنت كنترولد ولا فولتج كنترولد، ده ما بيكونش فيه كده. طيب ده كارنت كنترول، ده كارنت سورس وديبندنت، بس هو كارنت كنترولد ولا فولتج كنترولد؟ هو كارنت كنترولد. ليه؟ قلت 5 اي، 5 مضروبه في اي، واي دي كارنت، تمام؟ يعني لو قلت 5 في يبقى ده اسمه فولتج كنترولد، هو كارنت سورس عادي بس اسمه فولتج كنترولد لانه بيعتمد على الفي، خلاص؟ فتاني السيركت دي فيها تو سورسز، السورس فولتج سورس، والسورس ده كارنت سورس. السورس ده اندبندنت وده ديبندنت، عرفت اندبندنت عشان سيركل وديبندنت عشان معين. ده ديبندنت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على هيبقى اسمه كارنت كنترول، تمام؟ طيب بعد كده في حاجه اسمها ار، ار اللي هي ريزيستنس، في حاجه اسمها ريزيستنس وفي حاجه اسمها ريزيستور وفي حاجه اسمها ريزيستيفيتي. الريزيستور هو الديفايس اللي انت تمسكه في ايدك ويكون هو ده اللي بتحطه في الدايره عشان خاطر يمنع مرور التيار، لكن الريزيستنس هي الممانعه او قيمه الممانعه، الرقم اللي على المقاومه، تمام؟ هي بتمنع الكرنت بمقدار مثلا 100 اوم، 100 اوم، او مثلا 1000 اوم، او وات ايفر، او 1000 او 1 كيلو. ففي ريزيستور وفي ريزيستنس. Resistance is an electrical quantity، هي عبارة عن قيمة that measure how the device or material reduces the electrical current flow through it، تمام؟ والresistance طبعا بتتقاس بوحدة الأوم. في العادي أو يعني حديثا المقاومات بقى شكلها بيتحدد بالألوان، يعني أنت ممكن تلاقي الresistance مكتوب عليها رقم، وممكن يكون دي طريقة، وممكن تلاقي مكتوب عليها ألوان، والألوان دي يعني combination بتمثل لك رقم، يعني مثلا اخضر واحمر ده معناه 100 اوم، اخضر واصفر وابيض ده معناه 200 اوم، وهكذا مثلا يعني. في طريقتين بنستخدمهم عشان خاطر نحدد قيمه المقاومه على الريزيستور او على المقاومه، يا اما نكتب رقم مكتوب على المقاومه او نعمل الوان، تمام؟ فحديثا او الطريقه المستخدمه حديثا هي ان انت تحط الوان على المقاومه. طبعا الكودينج او ان انا اعرف يعني مثلا اخضر واصفر واحمر ده لون ده قيمه معينه او اي كومبينيشن، دي مش علينا عادي، بس هو الفكره بس ان احنا نعرف ان في طريقه بنستخدمها عشان خاطر نحط القيمه على المقاومه، وهي طريقه الكلر كود. بعد كده طبعا في خدنا في الثانوي قانون اوم، قانون اوم ما بين الاي والفي والار، وبيقول ان الفي بيساوي الاي في الار، وبالتالي فان الاي بيساوي الفي على الار، والار بتساوي الفي على الاي، تمام؟ ده قانون اوم. بعد كده في حاجه اسمها ريزيستيفيتي، ريزيستيفيتي احنا قلنا في ريزيستور وريزيستنس وريزيستيفيتي. ريزيستور ديفايس، ريزيستنس الكوانتيتي، ريزيستيفيتي
اللي هي يعني حاجه يعني قيمه المقاومه، بس بتعتمد على الماتيريال بتاع او نوع الماده اللي انت مستخدمها عشان خاطر تعمل منها ممنعه. طيب طبعا لو الجدول ده بيوضح ان كل ماتيريال ليها ريزيستيفيتي معينه، انت عندك مثلا الماتيريال السيلفر الريزيستيفيتي بتاعتها 1.6 وهكذا، تمام. وفي العادي عشان تجيب قيمه المقاومه احنا اتفقنا ان في رول بنستخدمها عشان خاطر نجيب قيمه المقاومه، وهي ان الار بتساوي الفي على الاي. في رول تانية بنستخدمها عشان خاطر نجيب الار، وهي ان هي نجيبها من خلال الريزيستيفيتي، ان الار بتساوي رو ال على ايه، تمام. فالار بتساوي رو ال على ايه، اللي هي الار بتساوي الريزيستيفيتي مضروبه في اللينس اوف الواير على الاريا اوف الواير، تمام. بقى دلوقتي في تو رولز للار. الرو هي الريزيستيفيتي اوف الواير، ال هي اللينس. يعني لو انا عندي سلك، ما اعرفش هيبقى فيه مثلا مثال فوق كده، لو في مثال ادي سلك، ده سلك، السلك ده طبعا له ال له لينس، تمام. فلو انا في الرول اللي انا ماسكاها اللي هو الار بتساوي رو ال على ايه، يبقى انا ال دي اللي قصدي عليها طول السلك، والاي اللي هي الاريا اوف الواير. الاريا دي لو السكشن ده عباره عن دايره، يبقى انا بجيب الاريا اوف السيركل. لكن طبعا لو عباره عن اي شكل تاني فانا بجيب الاريا اوف، لو مثلا كمان عباره عن مستطيل فانا بجيب الاريا اوف المستطيل ده، خلاص. في دي الرول اللي بستخدمها عشان خاطر اجيب الار. طيب في بعد كده حاجه اسمها كوندكتنس وكوندكتيفيتي. الكوندكتنس عكس المقاومه، والكوندكتيفيتي عكس الرو. بمعنى لو انا بوصل عندي مقاومه بستخدمها عشان خاطر تمنع التيار بنسبه 20%، فانا كده كاني بسمح له بنسبه مرور 80%، تمام. فالكوندكتنس عكس الكوندكتيفيتي. الرول بتاع ان انا بجيب قيمه الكوندكتنس الجي بيساوي 1 على الار. انا بس بوضح المعنى بتاع الايه، الار والجي. فالرول الجي بيساوي 1 على الار، الجي اللي هي الكوندكتنس. في كوندكتيفيتي اللي بتعتمد على نوع الماده، فطبعا لو استخدمت الجي بيساوي 1 على الار، يبقى لو انت عايز تجيب 1 على الار هتقلب الرول، تمام. هيبقى عندك بدل رو ال على ايه، هيبقى ايه على ال مضروبه في الكوندكتيفيتي، تمام. طيب لو عايزين نجيب ال دي بس رول تانية، او يعني هنت تانية، ناخد بالنا ان احنا لما بنيجي نجيب الباور بتساوي الاي في الفي، تمام. معلومة القانون او بيقول ان الفي بيساوي الاي في الار، ده معناه ان انا ممكن اقول بي بيساوي اشيل الفي واحط بدلها الاي في الار، والرول بتاعتي تبقى في الاخر عباره عن اي ار مضروبه في اي، يبقى اي سكوير ار. وممكن اشيل الاي واحط بدلها في على ار، والرول بتاعتي تبقى عباره عن في مضروبه في في على ار، يبقى في سكوير على ار، تمام. يبقى الباور ممكن اجيبها من خلال 3 رولز. 3 رولز دول بين ان الباور بيساوي الفي في الاي، او اشيل الفي واحط بدلها قيمتها باستخدام قانون اوم، او اشيل الاي واشيل قيمتها واحط بدلها قيمتها في قانون اوم، تمام. فهطلع لي التو رولز دول، ان الباور بيساوي الفي في الاي، او الاي سكوير في الار، او الفي سكوير على او، تمام. طيب ازاي في الاخر بنجيب الباور او اشاره الباور، تمام. هي في اسمها الباور ديسيبيشن والباور ابزوربد. الباور ديسيبيشن هي السورس، الباور اللي جايه من السورس. الباور ابزوربد الطاقه اللي هي المستخدمه او المستهلكه.
اللي هي يعني مشيت في السيركت فاستنفذت خلاص يعني. فطبعا هيبقى واحده فيهم بالبوزيتيف والثانيه فيهم هتبقى بالنيجاتيف. الباور ابزوربت بالبوزيتيف، الباور ديليفرد او ديسيبيتد بالنيجاتيف. هي الفكره كلها ان انت برضو لازم تلاقي قيمه الباور السورس بتساوي نفس قيمه الباور الابزورب، لان الطاقه لا تفنى ولا تستثنى العدم. يعني انت عندك سورس هيمشي في السلك في السلك ده او في السيركت دي وهتستنفذ فيها كلها، تمام؟ فهتلاقي ان انت عندك الباور سورس بتساوي نفس الباور ديسيبيتد الباور ابزوربت، اوكي؟ اختلاف بس ان في واحده فيهم تبقى الاشاره مختلفه. طيب لو انا عندي هنا مثال بيستخدم عشان خاطر لو انا عندي المثال ده بس يعني عايزه مثلا اجيب قيمه الباور عند سورس معينه، عند المنت معين موجود في السيركت، هجيبه ازاي وازاي احسب اشارته، تمام؟ طيب مبدئيا لو انا عندي المثال ده بيقول لي فايند الباور اف الاي ايكوال 4 والاي ايكوال نيجاتيف 3، يعني حل لي المساله باستخدام ان الاي ب 4 والاي بسالب 3، تمام؟ فخلينا نحلها بس كلها من الاول للاخر ب 4. طبعا احنا لو فهمنا نعرف نحل، بس مجرد هنعوض باي 4 تقابلنا بسالب 3، اوكي؟ فخلينا نحل المساله دي جيفن ان الاي بتساوي 4. طيب السيركت دي هو عايز بي 1 وبي 2، يعني البي اللي موجود عند السورس ده والبي اللي موجود عند السورس ده. فجنرالي الباور بتساوي، نطنش الارقام دي بس نسمع، انا بقول ان الباور 1 بتساوي الاي في الفي، الاي اللي البي 1 بتساوي الاي في الفي. الاي اللي هنا بكام والفي اللي هنا بكام؟ الاي اللي بتعدي في السيركت في الفرع ده هي نفس الكرنت اللي ماشي كده اللي هو اسمه اي، وقيمه الاي بكام؟ ب 4. يبقى بي 1 بتساوي 4 مضروبه في الاي في الفي، الفي بكام؟ ب 8. يبقى 4 في 8، يبقى البي 1 بيساوي 4 في 8 او 8 في 4 طبعا عادي بيساوي 32. طب اشاره الباور، طب اشاره الباور، اشاره الباور دلوقتي بتيجي جاب من خلال ان انا بشوف الـ اتجاه الكرنت اللي ماشي في السيركت، واشوف الكرنت ده اللي ماشي في السيركت ده لو دخل على الكومبوننت ده دخله من الاتجاه السالب ولا من الاتجاه الموجب؟ هيكون دخله من الاتجاه السالب، يبقى خلاص يبقى الباور في الاليمنت ده بالسالب. انا دلوقتي عندي بي 1 بتساوي الاي في الفي، الاي بتساوي 4 والفي بتساوي 8، يبقى بتساوي 4 في 8 30. البي بسالب ولا بسالب ولا بموجب؟ البي هتساوي سالب لان الكرنت دخل هنا من الجزء او من الاتجاه السالب. عندي البي 1 بيساوي سالب 32، دي القيمه النهائيه او الرقم النهائي للبي 1، تمام؟ طيب لو عايز اجيب بي 2، بي 2 طبعا جيفن الكرنت ب 4، البي 2 بتساوي ايه؟ بتساوي الاي في الفي، الاي اللي ماشي في الفرع ده عباره عن 4 مضروبه في الفي، الفي بكام؟ الفي ب 2 اي، الفي ب 2 اي، يبقى 2 في 4. تاني البي 2 بتساوي الاي في الفي، الاي ب 4 والفي بتساوي 2 اي، يبقى 2 في 4، يبقى الباور في الاخر هتساوي 4 مضروبه في 2 في 4، 4 2 في 4، اوكي؟ طبعا دي ب 32. اشاره الباور اشوف اتجاه الكرنت اللي داخل للاليمنت ده، الكرنت اللي داخل للاليمنت داخله من اتجاه الموجب، يبقى الباور بالموجب، يبقى الباور بكام؟ ب 32. طبعا اللي هو ضرب 2 في 4 في 4 32، ف 32 بالموجب مش بالسالب. طبعا الاعجام ده لو انا دخلت المساله تجيب ان الباور ان الكرنت بسالب 3، اوكي؟ ناخد مسألة تانية. لو أنا عندي السيركت دي وعايز الباور بي 1 وبي 2 بي 3 و4 بي 3 وبي 4 جيفن طبعا ان الكرنت ماشي في الدايركشن ده، ولو ركزنا هنلاقي ان الاي اصلا بكام؟ ب 10 امبير. الاي اللي خارجه هنا اهي ب 10 مكتوب عليها 10 امبير، اوكي؟ يعني كأن المسألة بيقول لي فاوند الباور جيفن الاي بيساوي 10. طيب لو عايز اجيب بي 1، بي 1 بيساوي الاي في الفي، الاي اللي فيها ب 10، تمام؟ والفي اللي فيها ب 16، يبقى 10 في 16 ب 160. الاشاره
سالب ولا موجب، انا امشي بعد اتجاه الكرنت كده، افضل ماشيه 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 ماشيه، في الاخر اجي هنا دخل فين؟ دخل في الاتجاه السالب، يبقى سالب 160. اوكي، ده بالنسبه للبي 1. بالنسبه للبي 2، بي 2 بتساوي الاي في الفي. هنا عباره عن 10 والفي ب 6، صح؟ يبقى 10 مضروبه في 6. طب الإشارة الآي لما دخلت في الاتجاه كام؟ الايه، اتجاه سالب، يبقى البي بسالب، يبقى الباور بسالب، يبقى سالب 60. وهكذا نيجي مثلا عند بي 3، البي 3 هنا البي بتساوي الآي البي بتساوي الآي في الفي. الاي اللي موجوده في الـ في الاليمنت ده ب 6، هو مشاور لي عليها انها ب 6، والفي ب 22، يعني يبقى الباور بتساوي 6 في 22. طب الاشاره البي الاي لما ماشي كده، لما يجي هنا يتفرع هنا وهيتفرع هنا، طب هيمشي كده قبله ايه؟ قبله بوست، يبقى الباور هنا بالبوست 132. اوكي، طيب طب عايز اجيب بي 4، لو عايز اجيب بي 4، بي 4 بتساوي الاي في الفي. تمام، الاي اللي موجوده هنا الاي اللي موجوده هنا 0.4 اي. طب والفي؟ الفي 0.4 اي، يعني 0.4 مضروبه في قيمه الاي اللي هو عندي مع 10، 0.4 في 10. اوكي، طيب والفي؟ الفي هتبقى هي نفس الفي اللي موجوده قصادها دي، لان هي بارلل معاها، هتبقى في 22. خلاص، والاشاره الاشاره الكرنت لما يجي هنا يبقى داخل فين؟ في الاتجاه البوزيتيف. خلاص، فالباور هيطلع ب 88.